لك قوموا، لك الساعة تكون نايمين، لك قوموا من الفرشة بقى خلصوني. الله يرحمك يا ستي، ستي ام ياسين كانت، الله يخلي لنا اياها. تجي الصبح كانت تحبني كثير تدللني، تجي لعند سفيان تقول لك قوم لك قوم، انا الي ما تقول لي سفيان اخر شيء ما يتعب الا كي لعن ابو قوم. لك قوموا اركضوا، شوف ما احلى الجو، شوفوا لك قوموا حركوا حالكم، لسه سطحين ونايمين، لك الحركه بركه. الله يرحمك يا ستي، اسعد الله صباحكم ايها الاخوه. احببت فقط ان اسلم عليكم واصبح عليكم في هذا اليوم الذي هو يوم السبت 25 من جمادى الاولى 1437، الخامس من اذار 2016. اسعد الله صباحكم يا اخوتي. هذه البلاد ان لم تخرجوا وتتحركوا فيها تصابون بالاكتئاب وبضعف الجسد، يجب علينا ان نجبر انفسنا على الخروج، نخرج حتى لو نمشي داخل الغابة، نسمع صوت العصافير، نذكر الله سبحانه وتعالى، نسبحه، نستنشق الهواء، نسلم على الأشجار، نعانق الأشجار، نرتاح نفسيا، يكفينا ما بنا من هم. شوف السويديين، السويديين بيركضوا، بيحبوا الرياضة مثل ما احنا بنحب الأكل والشرب والنوم. الله يرضى عليكم، قوموا حركوا حالكم، إن لجسدك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بارك الله بكم، يسلموا دياتك أبو سطيف.